GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تالت نوع من الحركة اللي عندنا بعد الشيب توين وبعد الكلاسيك توين في حاجة اسمها الموشن توين. ودي الحقيقة الفلاش من أول فلاش سي اس 4 بدأ يدعمها بقوة، لأنها طريقتها مختلفة شوية عن بقية الحركات، وبتديك إمكانيات أعلى بكتير أوي 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 من الحركات اللي فاتت. الشروط بتاعتها لازم يكون في 2 فريم زي ما احنا قلنا، 2 كي فريم، ولازم يكون في مسافة بينهم، ولازم يكون من نوع الموفي كليب. عندي سين بالشكل ده، وعندي موفي كليب اللي هو السحاب ده بالشكل ده. انا عايز ابدا اطبق عليه الحركه الجديده بتاعتنا الموشن توين. هاجي اعلم على اللير بتاعته، اقول لوك اذرز، يبقى افلي كل الليرات ما عدا اللير دي، وبروح جاي كليك يمين واقول له كرييت موشن توين. ده بقى تختلف شوية عن الباقي. الباقي كان لازم فيه 2 فريم وبعدين لازم حاجة في النص. لا، هو والله بيقول لك هنا ممكن تروح منزل على طول كرييت موشن توين، هينزل لك على المساحة بتاعتك كلها. لا، انا عايز اعمل حاجة بقى، لحظة، عايز اشيل كل المساحة دي واخليها بس هو الفريم اللي موجود بتاعي عشان اوريك حاجة. هاجي هنا واقول كرييت موشن تو. ايه اللي حاصل؟ اشمعنى الحبة دول والباقي لا؟ طب يعني ما كملليش اكتر من كده ليه؟ اشمعنى الحتة دي؟ اقول لك والله الحركة بالطريقة دي بتنزلها بالشكل ده بيعمل لك 1 سكند، ثانية واحدة، على بناء على الفريمات بتاعتك. احنا عرفنا ان الكذا فريم دول بيدوك ثانية واحدة على حسب ما بتظبطهم في الفريم بير سكند. هنا اكيد انت لما شفت كده هتقول ده 24 فريم. باجي هنا بضغط بره كده وبص الاقي انت فعلا محدد 24 فريم بير سكند، يبقى هو عمل لك ثانية واحدة. بروح جاي معلم على كله، وروح جاي عامل اف 5 عشان يديني السين كله. يبقى دي حاجة. الحاجة التانية، لو جيت انا رحت على اخر فريم، تمام، وبس مجرد انا مسكت الاوبجكت ده وجيت مثلا بشيفت وحركته كده شوية، بدأ عمل لي ايه؟ بص هنا، عمل لي دايموند، او عمل لي كي فريم بس مش مدور، حتة دايموند كده، حتة مكعب كده، تمام، اهو يمكن واضح كده شوية. غير ان اللون بتاع الحركة هنا أزرق سماوي كده، تمام، أيوه. يعني معنى كده إن أنا لو رحت في أي حتة وحركت الأوبجكت هيعمل لي كي فريم؟ أقول لك أه، أهو بتبان هنا في مسار الحركة، هو مديك أهو أول واحدة أهي. طبعا دي بناء على المسار ده بيترسم بناء على اللي هي البيفوت بوينت بتاعه الاوبجكت اللي انت او الموفي اللي انت ماسكه. طبعا البيفوت بوينت دي بتتغير من الكيو او فري ترانسفورم تول، ممكن تغيرها في اي حته اهي. ده طبعا بيروح وراها بالشكل ده. يبقى لو انا جيت خرجت، بص نزلت تحت شويه بدات تطلع فوق تاني. طب فوق، نطلع في الحته دي فوق قوي، اهي وضحت. بالشكل ده جميل جدا. طيب يعني انا عايز بقى اشوف ايه موضوع الخط ده. تعالى نشيل اعمل كنترول زد عشان اشيل الفريمات دي، وعايز اسحب الاخير ده شويه كده عشان اطول بس الخط اللي هو ده. ابص الاقي الخط بتاعي عباره عن نقطتين، واحده في الاول واحده في الاخر، وبينهم خط، وفي الخط ده نقط. يعني ايه ده كله؟ بقول لك والله اول واحده، اول نقطه دي نقطه البدايه بتاعتك. لو انا جيت مسكتها، وانا جيت مسكتها كده،
اهي انا مسكتها اهي، هتحرك لك الموفي كله بحركته كلها، هتنقلك الموفي بحركته في اي حته انت هتحطها فيها. يعني انا احطها فوق هيك كده، اروح ناقل لي الموفي كله فوق تمام، وراح جاي. يبقى نقطه البدايه انا اتعلم يعني شلتها وحطيتها في حته تانية، فبقى طلعني الموفي فوق ونزله لي على نقطه النهايه. طب نقطه النهايه دي اهي، رايح على نقطة النهاية. نقطة النهاية دي ممكن برضه أروح جاي ماسكها كده وبحركها زي ما أنا عايز، بحطها في أي حتة أنا عايزها كده مثلا. لو جيت ببص ألاقي الموفي بتاعي بالشكل ده، خليه 200 أهو، كويس أوي. طيب ايه بقى الخط؟ يبقى انا عرفنا دي نقطة، ادي التانية. طب في حاجة كمان، لو انا جيت مسكت النقطة كده ضغطت ضغطة على الاوبجكت بتاعي، دي بقى ميزة الموشن، الحركة بتاعة الموشن. لو انا مسكت الاوبجكت كده كله على بعضه وحركته، شايف؟ بص وانت على اول فريم بيديك، مفيش مشكلة، بيديك في اي حتة بقى انت بتحطها بيوديك ليها من هنا لهنا اهو. تاني تمام. لو جيت بالسب سيليكشن تول واخترته وجيت مسكت اول نقطة، برضو نفس الحكاية. تاني اهو تمام. لو جيت مسكت من السب سيليكشن تول الخط نفسه، هتبص ليه نقل لك بقى الاوبجكت كله بالحركه بتاعته في اي حته انت تحطها. يعني انا هحط هنا مثلا الكلاودز كله على بعضه، طبعا دي ما كانش موجوده في انواع الحركات التانية اهو كده. امسك تمام جميل. اجي بقى على الاخيره، النقطه الاخيره كده، اضغط ضغط عليها، ممكن اشيل زي ما انا عايز بالسب سيليكشن تول برضو، ما عنديش مشكله. طب انا علمت على نقطة، تعالى بالسلكشن دي، وتعالى بقى على لما اخترت السلكشن تول، تعالى على ده من بره كده لما ضغطت على الاوبجكت. خد بالك، بص هضغط على الاوبجكت الاول تمام، لو انا عايز اختار الاوبجكت بتاعي، مش عايز يبقى من بره على طول. اروح جاي اول ما بقرب ناحيه الخط ده، بروح جاي ماسك، تعمل ارك او تعمل انحناء للحركه او تعمل موديفاي للحركه بتاعتك. يبقى اهي، يبقى الطبيعي ان هي هتاخد الكيرف ده لتحت شويه وبعدين تطلع فوق اهو، وبعدين طلعت فوق. ليه؟ كويس اوي. طب هاخد مساحة شوية، مساحة زمن شوية. جميل. طب افرض انا عايز اختار نقطة من النقط دي، راح جاي كده مختار، بص هنا اول نقطة بتتقلب بزير كورنر او بزير، يعني ليها اتنين هاندلر، يعني ده اسمه في الجرافيكس هاندلر، او الدراع اللي بتمسك بيه النقط وبتبدأ تتحكم فيها. يعني اهو، وده مثلا كده كده بدأت اعمل موديفاي للحركة، بمسك البيفوت بضغط عليها ضغطة، وبعدين بيظهر لي الدراع ده، وبروح على النقطة دي أول ما السهم يسمر بالشكل ده، أروح جاي ماسك بالطريقة دي. تعالى بلاي، طبعا أنت ممكن تمشي عناصر على باس واحد، على باس معين بناء على الحاجات دي. طيب جميل، شوية كده. لو جيت ضغطت على كنترول
يعني انت معلم دلوقتي على الخط بتاعك او الاوبجكت بتاعك او الحركه بتاعتك، ضغطت على كنترول وانت شغال، بتبص تلاقي نفسك بدأت تعمل ريفاين للحركه بتاعتك بالشكل ده. تتحكم بقى اهو، انا ادوس على الكنترول وبسيب، بسيب بدوس على الكنترول بيظهر لي المربع ده، بسيب بروح اعمل لي كده، ادوس على الكنترول باجي على الزاويه اللي على اليمين فوق او على اي زاويه ببدأ اتحرك الاوبجكت كله بحركته كلها ان انا اعملها. ممكن لو ضغطت كمان ضغطه اوسع، اوسع كده، خلينا 100% كنترول، اجي اوسع دي شويه واخليها كده، هو بدأني من هناك. وبعدين بدأت تمشي لي بالشكل ده. فيها كمان ممكن تعرفها من ال 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 الكي فريمز. ممكن انا لو عامل كي فريمز مثلا في النص عشان تبقى واضحة، هنا كنت حركت الاوبجكت ده مثلا تحت كده وعملت كي فريم، هنا هاجي هضغط على كي فريم وبعدين كليك يمين واجي كده على انسرت، ابص الاقي في حاجه مختلفه هنا شويه، على انسرت فريم وكلير فريم وفيو فريمز. يبقى انسرت فريم ده، هل انت بالبوزيشن، بوزيشن يعني المكان، مكانه بس هيعمل لك كي فريم عليه بس، ولا السكيل ولا السكيو ولا الاول؟ هو الديفولت بتاعه هو الاول، يعني اي حاجة تحطها هيعمل لها كي فريم جواه، يعني كأن الكي فريم الواحد فيه كذا خاصية. كلير كي فريم برضو نفس الطريقة، لو انت حاطط فلتر ممكن تشيل الفلتر نقول له كلير اول، فبيروح شايل لك مثلا هنا الكي ده خالص، يبقى اول بأي بقى، لو عامل له سكيل، لو عامل هنا يعني ده للعنصر ده سكيل او مثلا روتيشن او اي حاجه، فهو بيشيلهولك خالص من مكانه. تمام، يبقى ده حاجه، يبقى ده البروبرتيز بتاعت اي كي فريم. تضغط كده كليك يمين وعندك الفيو كي فريم، طبعا هو مديهولك فيو كله. هنا انسيرت برضو الطبيعي اللي هو بيبقى اول، او الديفولت بتاعه بيبقى اول، كلير برضو بيبقى اول، فانت بتروح دايما مختار الاول وحط زي ما انت عايز كل حاجة. وممكن كمان تقدر تعمل حفظ لكل الحركة دي في اوبجكت واحد او في عنصر واحد. طب ازاي؟ باجي بضغط عليه كله كده، تمام، وبقول هنا كوبي فريمز، وباجي من انسرت فوق واقول له نيو سيمبل، وبقول دي مثلا كلاودز انيميشن، واحوله مثلا لموفي كليب او جرافيك. خلينا في الجرافيك مثلا عشان عايز اقول حاجه فيه. انت كده جوه كلاودز انيميشن، طبعا جرافيكس زي ما احنا عرفنا ده العلامه بتاعته، قول له بيست فريمز، دخل لك كل ده في عنصر واحد. باجي بطلع بره، ولو جيت شلت الكلاودز دي خالص وتعمل لير جديده اسمها كلاودز، هلاقيها في اللايبرري عندي بالطريقه دي اهي. لو جيت عملت بلاي بس هتلاقي بالشكل ده، وجاي شايلها حاطها مكانها هنا. والميزه بقى هنا اللي انا بلاقيها ايه، بتتحرك بالشكل ده، جميل. بس في حاجه خد بالك، ان الجرافيك اللي هو العنصر الجرافيك او السيمبل جرافيك، لازم تديله مساحه كافيه بنفس بره هنا على التايم لاين في نفس المساحه اللي جوه. يعني لو انا مثلا جيت شلت مساحه كده، ده بس لغايه 65 فريم، وانا الاقي جوه كام فريم، اكتر من حوالي 123 فريم، جميل. لو جيت عملت بلاي او تيست الموفي
اهو بالشكل ده، هتلاقيه قاطم معاك بالشكل ده، ما بيكملش الحركة بتاعته. ليه؟ لأن مفيش هنا مساحة، لأن هنا مفيش هنا مساحة، لازم يكون فيه زمن عشان يقدر يتحرك فيه تقريبا نفس الزمن اللي جوه كده. هتحرك معاك مفيش أي مشكلة. طيب ممكن كمان نقول نخش جوه دبل كليك، نختار كل ده، نقول له كوبي فريمز، نقول له انسيرت نيو سيمبل، ونخلي المرة دي موفي كليب، نقول له كلاود انيميشن. طبعا انت جوه كلاود او انيميشن اهو، وبعدين تروح قايل له بيست فريمز، تروح جاي هنا وتقول له مثلا كلاودز 2، تروح جايبها له هنا مثلا. تيست كويس، يبقى عندك حاجه بالشكل ده. ممكن تتحكم في الجرافيك زي ما احنا اتعلمنا، قلنا هنبدأ من الفريم مثلا 50، بروح رايح على الفريم 50 من جوه. لو عملت دبل كليك جوه هبص الاقيه واقف لي على عمل لي حتى هنا، هيبدأ لي من هنا كده بالشكل ده. يبقى عندك سيمبل واحد ممكن تقدر تعمل فيه اللي انت عايزه. نشيل بقى الموفي كليب ونعمل كذا نسخة من دول، الت واسحب، الت كمان واسحب، والت كمان واسحب. دي هنبدأ بالميت فريم، ودي هنبدأ ماشي هنقول 80 فريم، وده هنبدأ من 120، وده هيبدأ من 50. كنترول، خدت بالك المنظر عامل ازاي؟ ممكن تعمل بقى تفقاقيع هوا زي ما انت عايز بأوبجكت واحد بس او بموفي واحد بس، ممكن تعمل انت عايزه فقاقيع هوا سحب ماشي، ما فيش اي مشكلة عندك خالص. دبل كليك جوه، تعال هنا في الفريم الاخير وتقول له خلي لي ده الفا ستايل الفا. تعالى كنترول انتر، كلهم نسخة واحدة، كلهم متطبق عليهم نفس الافكت، بيظهروا وبعدين ينتهوا بالشكل ده.